واحد السلام عليكم، تحية لكم كبيرة، وكنتمنى أنكم تكونوا بخير، وإن شاء الله يا ربي يحبس علينا هذا الكوفيد. عينا والله إلا عينا بالله. اليوم الإخوان غادي نعود لكم واحد الاستوار صغيرة غنتقاسمها معكم، وقعت لي في مقر الشرطة. دابا أنا مؤخرا سالت لي لاكارت ناسيونال، لاكارت ناسيونال خصك تجمع شي وثائق، من بين هاد الوثائق هما شهادة السكنة. مشيت ناخد شهادة السكنة، لقيت الناس بزاف صف كبير سبقوني، أنا معروف أجي ودير الفوكا وداكشي. قالك دخول السياسي، الله يا ودي حتى الأول، وحسيت بالشموخ والغرور وداكشي. دخلت رجلوا لي، عطيتهم التصاورات شهادة السكنة اللعيبات كدا هادي، شكرا شكرا. انا غادي بحالي خرج عندي الضابط، قال لي يا خويا ياسين مرحبا، شرف لينا جيتي عندنا، قلت له الله يبارك فيك فهمتي، وتزاد فيا الزايد وداكشي. قال لي غنديروا لك محضر. الله يا استاذ ياك لاباس، قال لي ما دايرش كمامة، قول هذوك الناس كامل اللي جالسين انا تصحابهم شاد الصف تا هما شادنا مع الكمامة. المهم قيد لي المحضر وضحكنا تما، وكل شيء تما راكم عارفين. دخلتي لمقر الشرطه، حاجه الوحيده اللي خصك دير هي الضحك، تقول شي حاجه تقدر تلقى راسك في شي قنت. على العموم هذه وصيه لاي واحد بغى يمشي يسيب شهاده السكنه، عندك ما ديش كمامه ديالك، راه قسما بالله الا غيصيب لك شهاده السكنه وغيدير لك المحضر. تحياتي وتحيه للصين يدير لنا البعيز المشاكل ديالنا. السلام عليكم.